تجربتنا اليوم إيجاد معامل اختزال جلبانه مثل الظل، بمعنى أو منها أنا بدي أوجد المركبة الأفقية للمجال المغناطيسي الأرضي. يعني هدفنا اليوم ببساطة اللي هو إيجاد المركبة الأفقية للمجال المغناطيسي الأرضي. أنا بتبادر السؤال، هل في الأرض مجال مغناطيسي؟ نشوف، أعمل تجربة بسيطة، جيب بوصلة، جيب مغناطيسي صغير وعلقه من نصه وامسكوا في ايدك هيك وعلقوا تعليقا حرا، ايش بتلاحظ؟ بتلاحظ انه المغناطيس لحاله سوف يتجه الى الشمال الجغرافي، عشان يستخدم المغناطيس في صناعه البوصله عشان تحدد الاتجاهات. طيب لما تمسكها هيك تلاقي انه المغناطيس مايل، ما بكونش عدد افقي تماما، بلاقيه مايل بزاويه هيك انحراف بسيط مايل، وبشير قطبه الجنوبي الى الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي الى الجنوب الجغرافي. بمعنى لو انا هي تصورنا الكره الارضيه بهذا الشكل، هاي الكرة الأرضية، هاي الأقطاب بهذا الشكل هيك، هاي هنا شمال جغرافي وهنا جنوب جغرافي. لو جبنا بوصلة صغيرة وعلقت، حتلاحظ البوصلة بتنحرف بهذا الشكل، بوصلة صغيرة بنلاحظ فيها هنا هيك، وهذا بنسميه الخط الأزرق واتجاه الزوال المغناطيسي، وبالخط الأحمر هذا هو اتجاه الزوال الجغرافي. بنلاحظ ما بين اتجاه الزوال المغناطيسي واتجاه الزوال الجغرافي اللي هو الخط الأحمر والخط الأزرق عبارة عن زاوية انحراف مقدارها ثيتا. كمان مرة، طبعا هذا نتج منه لما تجيب إبرة مغناطيس صغير أو مغناطيس صغير وتعلقه تعليقا حرا من منتصفه، سوف يشير قطبه الجنوبي إلى الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي إلى الجنوب الجغرافي عكس اتجاه الزوال المغناطيسي. وبنلاحظ ما بين من ناحية مايل بزاوية، عشان أنا إنه بستنتج أنا إنه أصلا إيش الأثر على المغناطيس، إنه يصير إنه في لما الكرة الأرضية مجال مغناطيسي تحال إلى مركبتين، مركبة رأسية ومركبة أفقية. المركبة الرأسية بتلاشي بعضها بدل عندي المركبة الأفقية، وعشان هيك أنا بدي أوجدها بيرمز للمركبة الأفقية والرمز H. طبعا وجد من ناحية عملية تقريبا في 10^5 × 10^5 لما تقيس المجال المغناطيسي، في بعض الكتب بتقول لي إنه 3^10^5 القيمتين قريبات من بعض، فيش فيهم خلاف صغير، ولاحظوا من القيمة تاعتها إنه هي قيمة صغيرة كتير. أنا هدفي اليوم أوجد هذا الرقم، عشان أوجده لاحظوا أنا لما أنا وضعت الإبرة المغناطيسية أو المغناطيس الصغير لحاله أتجه للشمال الجغرافي. طيب لو أنا حطيت هذه البوصلة في مركز ملف دائري ومررت في هذا الملف تيار كهربائي، إنه بنعرف ودرسنا في المغناطيسية إنه أنا لما يمر تيار كهربائي في ملف دائري بهذا الشكل، هي اتجاه التيار مثلا حسب قاعدة اليد اليمنى بتحط الإبهام يشير اتجاه التيار، والصعب الأربع بلفين في اتجاه المجال المغناطيسي. بالله إنه المجال المغناطيسي في النص بيكون أكبر ما يمكن، ويوجد بعلاقة إنه بي تساوي إذا مر تيار كهربائي في ملف دائري، فإن المجال المغناطيسي في منطقة يعطى بعلاقة ميو نوت في أن في آي، ميو نوت في أن، ميو نوت في أن في آي على 2R. نتعرف على كل وحدة من الوحدات هذول أو كل عنصر من عناصر هذا. أول حاجة ميو نوت تمثل النفاذية المغناطيسية للوسط أو للفراغ، وإلها قيمة ميو نوت تساوي 4π × 10^7 4π × 10^7 متر على الأمبير. كمان مرة ميو نوت لي 4π × 10^7 متر على الأمبير. أن هو عدد اللفات اللي مررنا فيها التيار، بتكون 50، 500، 100 حسب اللفات اللي عندنا في جلفانو المتر. اي هي شدة التيار وتقاس بالامبير. ار هو نصف قطر الملف، هي نصف قطر الملف، هذه هي عندي ار. طيب لاحظوا لو عكسنا اتجاه التيار الكهربائي بينعكس اتجاه المجال المغناطيسي، وجربوه حسب قاعدة اليمنى، خلي الابهام مع التيار اعكسه، بنلاحظ انه على سبيل المثال في الحالة الأولى لما أنا خليت التيار إلى أعلى بهذا الشكل زي ما هو مرسوم على اللوح، من أيدينا بنلاقي انه كأنه من المنتصف خارج من اللوح، يعني نحن بنعرف انه إذا كانت النقطة زي هيك
اتجاه المجال المغربي بيكون خارج من اللوح، اما اذا كان بعجل الصليب هيك بهذا الاكس بيكون داخل الى اللوح. فلما نعكس اتجاه التيار بنلاقيه كانه اشماله كانه داخل الى اللوح بهذا الشكل. اذا اتجاه التيار المغربي بينعكس معي باتجاه يا اما داخل اللوح او خارج من اللوح. عشان هيك لما نحط البوصله او ابره مغناطيسيه صغيره في منتصف في مركز الملف تبع جلفانو متن الظل، بلاحظ انه لو انا مررت التيار في اتجاه ينحرف عندي المؤشر باتجاه معين وحمل الزاويه 1 ثيتا 1 ثيتا 2. لما اعكس اتجاه التيار زي ما شرحنا في الجزء العملي هيديني اياه في ثيتا 3 وثيتا 4 في الربع الثالث والرابع. في الحاله الاولى هيديني الانحراف في الربع الاول والربع الثالث، في الحاله الثانيه معكس اتجاه التيار هيديني في الربع الثاني والرابع، وبالتالي عشان انا بحصل على اربع زوايا وباخذ الافرج تبعهم. هنشرحه كمان شويه. اذا نظريتنا بتقول انه عندما يمر تيار كهربائي في ملف دائري فان المجال المغربي المركزي يكون عموديا على مستوى الملف وفي اتجاه المحور، عشان ويعتمد هذا المجال على الملف بالعلاقات اللي هي ميو نوت، طبعا ميو نوت ثابته على عدد اللفات وفي شده التيار وعلى نصف القطر. يعني لو اجاك سؤال بقول لك اذكر العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي المار في ملف دائري، هاي ثلاث عوامل اساسيه: عدد اللفات، شده التيار، ونصف قطر الملف. تمام العلاقه اللي قدامنا على اللوح. طب هي انفصلناها كمان منفصله كمان مره. طيب لاحظوا لما انا احط قلت الابره المغناطيسيه في مركز الملف اللي هو جلفانو متر الظل ومر التيار حينعرف المؤشر زي ما شفنا في الجزء العملي ويديني زاويتين، لما اعكس اتجاه التيار حتيني في اتجاه في اتجاه ثاني. لو لكن نوصل لكم اياها نفصلها اكثر انا اعملها بكفى اكثر. لاحظوا هاي انا عندي هاي اعتبروا هذا الملف اللي بدي امر فيه انا تيار بهذا الشكل. هنلاحظ انه المؤشر حيديني اياه بهذا الشكل، ها زي هيك. هلا هذه الزاويه هي ثيتا. هتلاحظوا انا عندي هنا، هلاحظ انه انا عندي هنا هي بي والمجال المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار الكهربائي وهي المركبه الافقيه للمجال المغناطيسي الارضي. لو اخذنا ظل الزاويه، ظل الزاويه هذه الثيتا، بتكون انا عندي هذه بي وهذه اتش، اذا بيكون تان الزاويه هاي نعملها هاي تان ثيتا بيساوي مقابل على مجاور بي على اتش، ومنها بقول انه بي تساوي اتش في تان ثيتا. طيب مش احنا بي جبناها قلنا انه بي هذه تساوي ميو نوت في ان في اي على 2 ار، اذا نكتبها نعوض عن قيمة بي هي ميو نوت في ان في اي على 2 ار تساوي اتش في تان ثيتا. رتب المعادلة، لاحظوا ميو نوت وان وار والتنين ثوابت، بنقولهم على حاجات انا بخلي التيار المتغير عندي اي في جهة لحال هيو اي يساوي 2 ار اتش 2 ار اتش ضرب تبادلي على ميو نوت في ان بهذا الشكل. طب ميو نوت في ان في ثان ثيتا. طب لاحظوا هذا المقدار كله اللي هو 2 ار اتش على ميو نوت في ان، مش هذا كله مقدار ثابت؟ هذا هو المقدار سميناه ال اللي هو معامل اختزال جلفانو متر الظل، ويساوي عدديا شدة التيار المار في الجلفانو ويسبب انحرافا مقداره 45 درجة. عشان هيك لازم كل قراءاتنا تنحصر ما بين العشرين والسبعين، عشان لما اخذ الافرج تبعهم يطلع عندي 45 درجة. كمان مرة، أنا هذا المقدار اللي هو ال L يساوي 2 R H عم ميو نوت في أن يساوي معامل اختزال جلفانو متر الظل، واللي هدفي إني أجيبه ومنه أوجد المركبة الأفقية للمجال المغناطيسي الأرضي، إنه هو يساوي عدديا شدة التيار المار في الجلفانو ويسبب انحرافا مقداره 45 درجة. نرجع للمعادلة تبعتنا. هي أنا بقول إنه أصبحت عندي هاي L تساوي 2 ار اتش على
ميو نوت في ان، ميو نوت في ان. اذا اصبحت المعادله بعدك بتكون اي تساوي ال في تان ثيتا. طبعا لاحظ هذه معادله خط مستقيم قرنوها بهذا الشكل، مش هي واي تساوي ايه؟ هاي المعادله تبعتنا اي تساوي ال تان ثيتا. لما نقرب المعادله هي واي تساوي اكس، بلاحظ انه هذه معادله خط مستقيم يمر بنقطه الاصل، ميله هو المعامل اختزال جيفانو متر الظل اللي انا بدي اجيبه منه، اجيب المجال المركب الافقيه للمجال المغناطيسي الارضي. هيك بنرسم علاقه بهذا الشكل، هاي بيطلع شكل المعادله عندي، هاي اي على محور الصادات وتان ثيتا على محور السينات، بيطلع معي خط مستقيم بهذا بنقطه الاصل، الميل تبعه هي هذا الميل، الميل يساوي اللي هو ال، اللي هو عمليا ال اس يساوي اي فوق زي ما احنا شايفينه 2 ار اتش، اللي انا بدور عليها على ميو نوت في ان. ولاحظوا انه انا عندي ان عدد اللفات معروفه 50 100 2 او 500 حسب جيفان متر اللي عندنا احنا بمختبرنا، وار عندنا تقريبا 8 سم، وميوت ما هي ثابت، وانا بكون ال جبته من الميل بحصل على قيمه اتش وبقارنها مع القيمه المعروضه اللي هي 5 في 10 اس ناقص 5 تسلا. هيك بكون انا حققت اهدافنا فيها. طبعا شرحنا كيف انا احصل على الزوايا هاد في الجزء العملي.